صار المجال كما يقول فضاء مفتوح، كل واحد يتكلم بعلم وبغير علم، بل بعضهم يتعمد، شوف يتعمد، يأتي بالإلحاد بالكفريات، يطلب الإباحية، يطلب الاختلاط، يطلب الفواحش. يا أخي كيف؟ شنو كيف؟ افعل، اهتك أعراض، اكل ربا، افعل ما تفعل، أنت ربا مش ربا أنت، الله حاسبة. هل معنى الله حاسبة يعني خل الناس تأخذ راحتهم؟ هذا بدأ في الغرب، كان عندهم دين، كانوا هالكتاب، لما بدأوا هكذا حرفوا وتمردوا على أنبيائهم وكثرت خلافاتهم تركوا الدين كله، حتى أصبح اليوم من المعقول اللي مالك حق تتدخل الزواج المثلي. يا أخي إيش دخلك أنت؟ واحد بيتزوج واحد إيش دخلك؟ قانون يحميه، وواحدة تتزوج واحدة خلاص ما في مشكلة. اللي الآن يقول ما في مشكلة وإيش دخلك، يعني يريد أن يصل بالمجتمع المسلم إيش إلى هذا الحد. غدا لو ابنه أو ابنته تزوج مثلي، قانون يقول خلاص، ممكن يقول خلاص بعد يكون ممسوح أصلا، يكون يعني لا صلاة لا ديانة لا إيمان بالآخرة. كيف يصل إنسان لهذه المرحلة؟ تقول قال الله، حتى وإذا قال الله مش راد عليك، قال رسول الله، قال وإذا قال رسول الله، جايني بدين قبل 1000 سنة جاي تطبق عليه الحين، طيب اللي شرع هذا الدين شرع لكم 1000 سنة شرع حتى تقوم القيامة، حتى عيسى مريم آخر زمان ينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما راح ينتهي الدين. ممكن بعض الأحكام تقول ما تنطبق، أن الفقيه حكم خطأ أو الفتوى خطأ أو إلى آخره، أما في أشياء كما يقال معلومة الدين بالضرورة تجي أيضا تعترض عليها، وبعضهم يقول يعني وجهة نظر احترم وجهة نظر واحترم وجهة نظر. طيب وإذا كانت وجهة نظرك هذه تخالف كتاب الله رسول سنة رسوله أيضا احترمها؟ ما احترمها ولا كرامة، لا لأنها وجهة نظرك وجهة نظري، لا، لأن هذا حكم الله، في حكم الله في وجهة نظر. وبعض الناس يقول أنت ما تقبل الآخرين، كيف ما أقبل الآخرين يعني حتى لو كفر بالله بعد تبي أقبله؟ أنا لن أقتله لأن ليس لي صلاح أن أقتله، لكن ما أقبل خبر أيضا، ما أقبل كلامه، هذا كله تقنين وتشريع حتى الناس يستصيغوا هذه الكفريات كلها حتى يذهب الدين. لكن الحمد لله الدين باقي، اللي يذهب يذهب والدين باقي، الدين دين الله عز وجل، ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرين منصورين. لكن الآن الخوف على أنفسنا، هل نحن من هذه الطائفة ولا لا؟ مش خوف على الدين، الدين دين الله عز وجل، والله حامي وحافظه، لكن وإن تتولوا ها يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أنت راح تروح إذا تركت الدين، أنت الخسران، والله المستعان. نعم.